في يوم من الأيام كان يسيح في البراري، فوصل إلى مدينة فوجدوا كنزا على باب المدينة، يعني قرب المدينة. اللي كانوا معه قالوا احنا نجلس عند هذا الكنز لئلا يضيع. فقال لهم المسيح: شأنكم، ولكن انا لي كنز في داخل هذه المدينة، اروح اجيب هذا الكنز واتي. دخل، ذهب الى خربة، كان في تلك الخربة شاب يتيم وعجوز. الشاب حطاب يجمع الشوك، نحن نطلق عليه الحطاب الآن، ما في إشكال، يجمع الشوك من الصحراء، فقير. المسيح عندما قعد وياه شاف أنه أكو هنالك هم عظيم في قلبه. الإنسان المهموم يبدو عليه الهام، فقال له: ما هو الشيء الذي يشغل بالك؟ قال: هم عظيم، وهذا ما إلى علاج إلا الموت، ما يمكن تحقيقه في هذه الدنيا. قال: قل. فقال: أنا في يوم من الأيام كنت آتي بالشوك أو أذهب إلى الصحراء، فرأيت ابنة الملك في قصرها، وأنا وقع حبها في قلبي، هذا القلب الفارغ كل شيء يقع فيه، إذا واحد يحب الله، إذا يحب الآخرة، هاي الأشياء ما تأثر عليه، هاي الأشياء إنما تنفذ في القلب الخالي عن حب الله سبحانه وتعالى. المسيح قال له: ما في إشكال، روح أنت واخطب ابنة الملك من الملك، اخطبها، وأنا ضامن أن أنفذ ما يريد. اجى إلى الملك، خطب ابنته، هذا الحطاب يعني جامع الشوك، احنا الآن نقول حطاب. المهم الملك قال له: ما يخالف، ولكن ائتني من الجواهر بهذا المقدار، بهذه الكيفية. رجع إلى المسيح، شرط تعجيزي كان، قال له: ما في إشكال. راح إلى الخربة، أكو أحجار، بنظرة منه أو بدعاء أو بلمسة حولها كلها إلى جواهر. قال: أخذ ودي. جاء بهذه الجواهر إلى الملك، الملك ذهل، قال: لا، هذا المقدار ما يكفي، أريد أكثر من هذا. عاد إلى المسيح، المسيح حول من الأحجار أضعاف مضاعفة إلى جواهر، أخذها. الملك اختلى بالشاب، قال له: شنو قضيتك؟ هاي الجواهر منين جابها؟ فقال: في الواقع جاء رجل صالح في الخربة، وهو الذي حول هذه الجواهر، هذه الأحجار إلى جواهر. فعلم الملك أنه المسيح، قال له: ائتني بضيفك ويتم عقد الزواج. جاء المسيح صلوات الله وسلامه عليه وعقد لهم أو شارك في العقد، وأصبح هذا الحطاب زوجا لابنة الملك. في اليوم الثاني الملك قعد مع هذا الشاب، شاف عاقل فاهم، ما كان عنده أولاد، فجعله وليا للعهد هذا الحطاب، وأمر أركان المملكة أن يبايعوه. في الليلة الثانية مات الملك تقدير، في اليوم الثالث تحول هذا الحطاب إلى حاكم البلاد. قبل 3 أيام كان حطاب، والآن حاكم البلاد. جاء المسيح ليودعه، قال: هذا الشاب، هذا نور البصيرة،
أنه أكو فد شيء البارحة خطر في قلبي، إذا ما تجاوبني على هذا السؤال لن ينفعني أي شيء مما منحتني. قال ما هو؟ قال أنت اللي عندك هذه القدرة، ليش تعيش في هذا الوضع؟ أنت عندك هذه القدرة تحول الجواهر الأحجار إلى جواهر، أنت ليش وضعك هالشكل؟ فقال له المسيح: إن العالم بالله وبدار مقامه وبالآخرة والعالم بفناء هذه الدنيا لا يمد نظره إلى هذه الدنيا. قال الشاب سؤال آخر: أنت اللي فررت من هذه الدنيا، ليش ورطتني في هذه الورطة؟ فقال له: إنما فعلت ذلك امتحانا لك ولتكون عبرة لمن يأتي بعدك. يعني احنا، قال اذا هالشكل انا ما اريد هذا الملك وما اريد هذا السلطان. ولبس ملابسه البالية واصبح من حواري المسيح. المسيح طلع ومعه هذا الشاب، ترك كل شيء، سهل على أولياء الله، في لحظة واحدة يترك كل شيء، سهل بقرار واحد. فجاء المسيح إلى أولئك الذين كانوا عند الكنز وقال: هذا هو كنزي الذي كنت أطلبه. هذا هو الكنز المعنوي.